تسلف واحدة فلوس يرجع لك في الوقت؟ لا مستحيل الحكاية هذه، أنساها من راسك جملة، ساعة يبقى عام كامل هو يقرق بيه ودي تقرق بيه. سلفته جاني يبكي يقرق أمي وأمي 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 وأمي، بعد ما دوا صحيح خذاه التليفون سكرت، والله مش لهنايا لك، أنا مش لهنايا لك، التو نحصر فيه سيدي جا والله ما يشيلوش ناخذ فلوسي تو. يقول لك تحب تخسر شخص سلفوا له فلوس. هي صحيحة على الأخر، أنا نقلق من عابد مثلا نعطيه 20 30 ألف مثلا حاجته به، ما هي كهو ننساهم يصير نحسب صدقة هذوكم، واش البشر هذاك ما عادش يدور بيا جملة وتفصيلا. سلفت لصاحبي فلوس وغبر. ما لقيتوش. ما لقيتوش غبر. طلبتوش بالتليفون. طلبته بالتليفون بلوكاني على النومرو، عمل لي بلوكاج على النومرو. كتبتلوش على الفيسبوك. كتبت له على الفيسبوك وبلوكاني على الفيسبوك. ما عرضكش في الطريق. ما عرضنيش في الطريق، المشكلة وين ما عرضنيش في الطريق. اختفى في ظروف غامضة. اختفى في ظروف غامضة صحيح. شنو تحب تقول له؟ أنت هو بالكش يتفرج فيك. نحب نقول له يا صاحبي الدنيا راهي فيها موت، خلصني يا خويا خلصني، واللي يجا يجا نحكيه ما يسالش، يجا نحكيه والسماح، يجا نحكيه والسماح. قداش الفليسات برشا؟ ياك 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 خليها بستر الرب. من غير شك. صحيحة. في وقت هذا اللي تحب تخسره سلفوا 5000. 5000 يا مسيو. والله دينار يبيع روحه. سلفوا 5000 ما عادش تشوف وجهه جملة. خاطر إذا تعطيه مرة ويبدا عندك مرة أخرى وتقول أنت مثل ما نعطيش مثل باش نخبي، يقول لك لا أنت مش حاح وما تحبش تمد، ولا لا يولي يقلقل بيك ويحكي بيك وهاكا عنده وهاكا فيه وهاكا، معناها مش عابد ووقت المحنة ما لقيتوش. وكي تبدا تعطي 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 كيف كيف زاد الغدرة تجيك في نواحي الكل، فلوس توصلك باش العباد تغدرك. يلي هذا تعيش قرنات خير من اللي تعيش معناها كريم وتعطي فلوسك للعباد. صحيحه الحكايه هذه، اذا كان تحبي انسان يطول معاك العشره ما تسلفيش، لا سلفتيه يكون كل يوم يراك ولا كي يراك يبدل الثنيه. يقول لك تسلف الفلوس لصاحبك تخسرهم الاثنين. سلف تلف. تعرفي سلف تلف؟ هو ما سلف تلف وبالحق ومجربه وفي كل بقع، هو اخوك ولدمك ابوك، كان تسلفي الفلوس ما عادش يطل عليك. ديما الاغلبيه ديما الفلوس ونساء. اخطر حاجه من بين الاصحاب هي الفلوس ونساء، يكذب عليك بالحق كريمه. اي اسكت بعد اي بالحق. تهديدات في الكواليس زي. صحيح تسلف صاحبك الفلوس ما تلقاهوش. تخسر صاحبك وتخسر الفلوس. تخسر صاحبك وتخسر الفلوس صحيح. صحيح. على خاطر الرجوع خايب ياسر، باش ناخذ ما سهلش منه، اما باش ترجع خايبه. يخسرهم الاثنين مع التجربه، تولي تجبد عليك ملي كنت تكلم في كل يوم، ملي كنت هكا تولي تعمل لك مشكله تتلكش لك تبعد عليك. على خاطر الفلوس معناها بالحق الفلوس هما اللي ماذا بيك ما تدخلش فلوس بين عبد، وراهو فما عباد كانت ما عندهاش فلوس ولات كي ترى الفلوس كيما قلت تبعد على العباد اللي كانت معاهم، معناها الفلوس بالحق خايبه برشا، قد ما هي تفرحنا الفلوس قد ما هي تخيبنا بعادنا على برشا عباد. الموضوع حسيته وجعك برشا. وجعني على الاخر، دخلت الفلوس بين صحابي بين حبيبي بين، ولو راهوك فلوس ولك انت ترى اختك هذيك اللي توجع تراها اختك، اما هي ما تراكش اختك، تراك فلوس تبعد عليك على الفلوس. كي تجي تحكي معها تقولها ماني سلفتك، تقول لك تبعد تتلك تبعد تبعد تبعد، تشري لك الف عركه باش ما عادش تكلمك ما عادش تدور بيك. انت يظهر لي سلفت شكون فلوس هكا؟ سلفت فلوس ودخلت فلوس بين عباد، يعني خاطر نخدم في اللايف معناها نخدم دباش وكل شيء. كنت باهيه بالحق، الحاجه اللي توجع كنت باهيه مع العباد، يراوك فلوس هذيك اللي توجع. انت تراها انت قدامي مانيش راه فيك فلوس، راه فيك باش نفرغ قلبي ونصاحبك وصاحبتي. يقول هي ليه تحب تسلف منك فلوسك؟ سلفت فلوس ما عادش كلمك ما عادش يدير بيك. احكي لي المقدمه اللي دخلت لك بها من الاول مثلا. ليه تصاحبك وتدخل معاك وتاكل وتشرب معاك وكل شيء، ومن بعد بربي حاشي بمية، بربي حاشي بميتين، بربي شني، من بعد كي تسلف ترى روحك غارقه، خاطريني نخدم وكل، ترى روحك اللي انت لازمك الفلوس هذو ما عنديش ما مش تو ما نعرف شنو، بعد تلكش لك بعد تولي شبيك عملت هكا شبيك، تشري لك عركه كيكه تتعارك انت وياه وقعد اجري باش تدخل باش تاخذ الفلوس. وكي انت تقول لهم ليه وما نحبش ندخل فلوس قرماطه وجيعانه وماكش باهيه. انا كبشر اعطيت لبرشا عباد
وبرشا عباد ما كانوش في المستوى معايا. خسرتهم؟ ما خسرتهمش، اما ما نحتاط وكها نعطيك، اما نقول لربي موجود معنا ديما في الوجود. وصلنا نتعارك، وصلت نعمل في العارك من الشارع مع العبيد معنا مع اصحابي. اثرنتو اللي صحبني معنا على فلوس. ايك عندها فلوس تعطي من فلانة ولا فلتين ولا واحد، وهذيك هي الفلوس عمرها ما تدخل لا في العشرة ولا في الاقارب ولا في حتى شيء. ماذا بيك حتى اخوك وبوك معناتها ما دخلش بيناتهم فلوس. والله تمشي معاها بنية تقول ما يجي سخفك، معناها انسان مستحق. من بعد كي باش تقول له هاني باش نعطيك تو، انا يعلم بيا ربي زاد انا فهمت، يعني كل انسان يعلم بيا ربي، بقينا انا باش نحلك جوانحك تعم زي ترجعها منين تفهمه في النهار الفلاني تقول عليه ترجع لي الامانه نتاعي. هي عندك بقعد لوج عليه وسكر التليفون وحسيلو ما نحكي لكش. يرجع لك في الوقت ولا لا؟ لا امبوسيبل. يرجعهم لك مع بعضهم ولا لا؟ لا يرشق عليك الباب. وبالحق لو يرشق عليك ما يرجعش بالوقت. فهمت؟ فهمت. انت كي تتصالح في الفلوس تراجع في الوقت؟ والله يرجع في الوقت، والله هاني عظمت امي بالله. نحيها من قوت ولادي. نحب كلمتي كلمة رجال. يلزم يعرف البوان فيبر نتاعك شنيا سامر، لو انك انت تكون تسخف وحنين ويجيك بالمرض، يجيك يحكي بالمرض، يجيك حاجة هكايا أمه مريضة ولده مريض حاجة هكاك يبدلك بها هذيك ديما، فهمتني؟ ومستحق فلوس ويرجون ويحب في عندي قلبك يحل. نحن اش باش نعمل؟ نحن وبعد أما ساعات تصير لي راه كي نحب نخلص راه يعرفوني ديجا كي يمشي يتفرجوا فيا يعرفوني، كي نحب نخلص راني نخلص. ولا فوق حوايج ونفك المريات ونفك اللي هو المفيد نخلص، كي يبدا هو مش باهي. برشا مقدمات. والله عندي أمي مريضة فهمتني، باش مش ناخذ الدواء لامي الاغلبيه ديما هذيا فهمتني موجوده فهمتني، ما نعرفش انا مرتي باش تولد كيفي انا بالضبط. اللي استعملت المقدمات جميع ما عمري ما تسلفت بالحق، والله عمري بالعمر لا تسلفت حتى فرانك. سي بون قلبك حل وصلفت الفلوس، وقتاش يرجعوا لك؟ وقتاش يرجعوا لك؟ هذا كان يرجعوا لك جمله مش وقتاش يرجعوا لك، فهمت؟ ليلي بالحق انا قلت لك انت والصاحب فهمت، كان صاحب يبدا حبيبك وعشيرك وعندك فيه الثقه يرجع لك بالحق، يقول لك في الوقت الفلاني وقت الفلاني. فما اللي ما عادش تراه حتى النهج هذاك ما عادش يتعدى. كي تطلبوا بالتليفون يسكر عليك التليفون ولا ديما ما فماش ريزو. الو 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 ما عادش تسمع حتى شيء. يقول لك اللي يجيب باش يتسلف من عندك فلوس يفرش لك الارض ورد باش يعطيك غدوه بعد غدوه نهيرين ثلاثه أضربي عليها عامي. كي تطلب أنت فلوسك؟ تولي خايبة وما هو شهنية وخبي وجهه وحالته حليلة. كي تكلموا بالتليفون؟ يعلق عليك. كي تقابلوا في الشارع؟ يتبدل السنية. شنو رايك؟ سيدي بنادم هكاك حلي له جناح ويطير ويخليك. صارت معك؟ صارت معايا في برشا حالات. شافت؟ شافة وتوبة. كي تطلبوا بالتليفون؟ ما يهزش عليك. كي تقابلوا في الشارع؟ يهرب أول دورة تعرض ويهرب. حقيقة راه هذه تمشي تغطيها. سبق وخسرت شكون؟ خسرت برشا برشا. أنا قلت لك نحب نخسر ونعطيه 5000 ما عادش تشوف وجه وجمل. ترتاح؟ بيان سور ترتاح منه خاطر هو مش مخلص، دونك من غير شك أنك ترتاح منه. أنا منهم أنا منهم والله. مسكين الراجل يبدا قاعد في القهوة نشوفه ندور الدورة اللي ورا دارنا. أنا مش نكذب عليك. وانت علاش ما رجعتلوش؟ مش مرة انا البريد هذيك ما عنديش فهمت، وزيد درنا معناها ما يحبوش يعطوني مصروف وما نخدمش وما نعمل حتى شيء. كاو شتريس لي ندور الدوره خاطر كذبت عليه الكذبات الكل، ما شقت حتى كذبه حتى من امي قتلتها النهار هذاك. هكا هو استوفيت جميع الحلول كل امك قتلتها؟ لا بتفدي هو جاني قلت له والله ما مريضه وعملت اوبيراسيون وندرا شنيا وكل سمع. زيد اصبر عليا. خسرت شكون على خاطر الفلوس؟ بطبيعه سي نورمال كي واحد ما شو مش خسرته معناها ما بطريقه فهمت خاطر ما نحب نخسر حدا. اما نقول ما عادش كي يجيني نهار اخر ما عادش نكلمه هذاك ما عادش نعمل معاه، ما نحبش نخسر العباد خاطر مولا تاجي يحتاج في اي وقت كيما انا نحتاج كيما هو يحتاج فهمت. اما يلزم الكلمه تاع رجوع عطيتك رجع. انت ملي تسلفوا فلوس ويرجعوا في وقته؟
انا ما سلفت حتى مره، اما اكيد انا سلفتك بكري 10000. اي ان شاء الله. لا ان شاء الله كيف نروح وما تعطيني فلوس نرجع لها فلوسها. خديتهم من عندك ترجعيهم لي انت مش من عند امك وامورك؟ بالطبيعه عندي فلوس الحمد لله. قالت لي كي نشوف الشخص اللي سلفني فلوس نبدل الطريق. انا ما نبدلش الطريق، خاطر اذا كان عندي فلوس نعطيه فلوسه، واذا ما عنديش نطلب منه السماح نقول له اصبر علي شويه. كان قال لي ما نصبرش ما عندي ما نعمل وقت. وقتها تبدل الثنيه تولي. ظهرني مش تبدل الطريق، مش بدل نور وتليفون. ولا ما عندي، يولي ما عادش عندي بيوس. كيف توا حرقت بيستها، خاطر في بالي شكون مسلفها فلوس وحابش ترجع لها. لا لا هي تحرقت وحدها. كي تدخل فلوس بينات العبد، كي يكون صحابك، كي يكون فاميلتك، اي حدا راه تدخل بعضها الفلوس تبعد العباد، وقد ما تقرب فما عباد تغزل لك فلوس، فما عباد تبعد عليك على فلوس، فما عباد تغدرك على فلوس، وفما عباد تغدرك على فلوس. معناها الفلوس ماذا بيك انت تحب، ما تحبش تدخل علاقتك مع الانسان بمشاكلك، ما تدخلش الفلوس.